حتى لو مباراتي تحصيل حاصل انا بلعب على المكسب. لكن عم انا مش بتاع تنميه بشريه، انا يعني انا مش دكتور في التنميه البشريه عشان اطلع اقول لك اصل لازم والمدينه الفاضله ومش عارف ايه. انا عمري ما شفت فرق متنافسه بتطلع تبارك لبعض على مستوى الجمهور طبعا. يعني جمهور ريال مدريد ما بيباركش لبرشلونه، ولا جمهور برشلونه بيبارك ريال مدريد. اتلتيكو مدريد لما كسب الدوري في اسبانيا السنه اللي فاتت جمهور ريال مدريد ما طلعش قال له مبروك مثلا. وانا هنا بتكلم دايما بصوت الجمهور وباسم الجمهور، ما بتكلمش باسم اي حاجه، انا بتكلم باسم الجمهور وبصوت الجمهور. فانا مش بتاع تنميه بشريه عشان اطلع اقول لحد مبروك ولا اطلع اقول لحد. انا راجل بشتغل في قناه النادي الاهلي انا وغيري من المذيعين اللي موجودين هنا، الحقيقه النجوم الكبيره اللي موجوده هنا. دايما لما بنيجي نتكلم احنا بنشتغل في قناه النادي الاهلي وكل حياتنا وكل تفكيرنا هو النادي الاهلي بس، ما عندناش حاجه تانية. يعني انا مش دكتور في التنميه البشريه هطلع اقول يا جماعه وكذا وكذا وكذا، ده شغله التنميه البشريه مش شغله الاعلاميين في الاهلي او محبين الاهلي او جمهور الاهلي ان هم يطلعوا يقولوا هذا الكلام. بالمناسبه يعني روح رياضيه، النادي الاهلي هو اكتر نادي في العالم، مش هقول في افريقيا ولا في مصر، خلينا نتكلم في مصر عشان، لكن النادي الاهلي هو اكتر نادي في العالم واكبر نادي في العالم وفي مصر بيتسم بروح الرياضيه وكل الناس عارفه هذا الكلام. وانا ضربت المثل ده قبل كده، شفت حضرتك لما النادي الاسماعيلي خد البطوله بطوله الدوري في 2002 كل جمهور النادي الاهلي سقف له لما حرس الحدود. انا بتكلم على حاجه انا شفتها بنفسي، لما حرس الحدود خد بطولة الكاس من النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي سقف له. ليه؟ لأن كان هناك عدالة تحكيمية، لم تكن هناك أخطاء تحكيمية، كانت الأمور ماشية بشكل جيد جوه الملعب وبره الملعب، وبالتالي النادي الأهلي في ذلك الوقت كان مقصر شوية في أمور. ولكن هل ده معنى الكلام اللي أنا بقوله ده كله إن إحنا ما قصرناش؟ بناء على تعليقات الكابتن سيد عبد الحفيظ وبناء على تعليقات كل الناس اللي موجودة قالوا ايه؟ قالوا يا جماعه احنا عندنا قد يكون عندنا اخطاء ولكن احنا اخطائنا بنصلحها، واحنا اتكلمنا في ده الاسبوع اللي فات او في الحلقه اللي فاتت. لكن في النهايه ما حدش يطالبني بحاجه ما ينفعش حضرتك اساسا تطالبني بيها وما ينفعش حضرتك تتكلم معايا فيها اساسا. احنا عارفين كويس جدا ايه اللي بيتعمل وايه الصح وايه الغلط. زي ما بيقول لك ايه؟ اصل انتوا بتبرروا، انتوا طالعين تبرروا. والله العظيم ثلاثه يا جماعه اقسم بالله ما حدش طالع يبرر ولا يقول اي حاجه خالص. احنا بنوثق حقائق، حقائق حصلت بالصوت والصورة. ما بنقولش ان الكرة مثلا ضرب الجزاء وهي مش ضرب الجزاء، ما بنقولش ان الكرة فيها كذا وهي ما فيهاش كذا، لا احنا بنوثق. لكن تبرير احنا ما بنبررش لان لسه في مباراتين، بعد المباراتين نبتدي نتكلم نشوف اخطائنا ايه. إذا إحنا بتكلم علينا كإعلاميين، لكن إدارة النادي وإدارة الكرة شايفين كويس قوي، إدارة النادي الأهلي يعني وإدارة الكرة في النادي الأهلي عارفين كويس جدا هما بيعملوا إيه وبيتكلموا في إيه وعارفين إيه الأخطاء اللي موجودة وبيحاولوا يصلحوها. بدليل إن كابتن سيد عبد الحفيظ لما طلع قال لك آه قد يكون عندنا بعض الأخطاء ولكن هنحاول نصلحها. هو ده النادي الأهلي وهو ده أسلوب النادي الأهلي دايما، أنا بقول هذه الكلمة. لكن إيه أصلاً ماسكين لنا في حاجتين، بعض من لا يشجع النادي الأهلي ماسكين في حاجتين، يقول لك إيه يا جماعة اطلعوا باركوا بقى. اولا مفيش حاجة خلصت عشان اطلع بارك، اللي خلص احنا خدناه كله، اللي خلص احنا خدناه كله، اللي فات احنا خدناه كله، واحنا دايما ما بنبصش للي فات، احنا بنبص للي جاي. لسه عندنا ماتشين يوم الاسبوع ده يوم الثلاث والجمعة، وبعد كده نبتدي نتكلم نشوف ايه اللي هيحصل. انت مازال عندك امل؟ ايوه عندي امل ومازال وسيظل، طول ما هناك امل سيظل دائما جوايا انا بنقل لحضراتكم. منين انا بقول الكلام ده؟ من حضراتكم، من جمهور النادي الاهلي.